لا قبر لا تابوت، لأنه حلم. هل الحلم يموت؟ في كل شارع يخلد اسمه، في هافانا وفي باريس، في القاهرة وفي الرباط، في دمشق أو بيروت. الذكريات لا تموت، الذكريات لا تموت. في كل عام عند نهج سان جيرمان نسترجع الزمان، يجدد المهدي الحضور في المكان. في سان جيرمان نقاوم النسيان. المهدي حاضر هنا والآن، كأننا نراه يقتني الجريدة ويحتسي قهوته في مقهى ليب. فكم مضى من الزمان؟ 55 سنة، لكنه يسكن في العقول، يسكن في الوجدان. لن تقتلوه من جديد، لن تقتلوه بالنسيان. في مقهى ليب، في نهج سان جيرمان، دردشة حول رواية منسوجة من البهتان، سيناريو فيلم وهمي ألفه قرصان. لم يدر الفيلم، ولكن دارت الأزمان. لم يبق من باستا سوى العنوان، فكم تقاضى المخرج الجبان. باستا كفى، لا وقت للكتمان. لن يحجب الحقيقة الدخان، فقد تحالف السفاح والقسيس والحزان. تبادلوا الخلنسوات والنبيذ والصلبان، اقتسموا الدم الزكي بينهم، ومنحوا أنفسهم صحائف الغفران. يا أيها الجنات، بيننا وبينكم كتاب دم، لن نطويه حتى تجيء ساعة الحقيقة وتنجلي ملامح الشيطان. يا أيها الجنات، لا فكاك بيننا وبينكم، آن الأوان، فلتعلموا آن الأوان. سنبقى في حلوقكم شوكا وغصة مدى الزمان، إن غاب منا فارس سيأتي بعده فرسان. بسطا كفى، فكم مضت من الأعوام؟ 55 سنة، ولو أتت 50 بعدها فلا مكان للخذلان. 55 سنة ونحن ها هنا في سان جيرمان، نسترجع الزمان، يجدد المهدي الحضور في المكان. 55 سنة والمهدي يستعصي على النسيان. لم يفلح الأسيد في محو اسمه أو صورته، النظرة الشزراء ما تزال تطارد السفاح والقسيس والحزان. لا قبر لا تابوت، لأنه حلم. هل الحلم يموت؟ سوف نراه في تعاقب الفصول، في الورد، في الخزامى، وفي شقائق النعمان. سوف نراه في الجبال وفي السفوح والغدران، في غابة المعمورة، في البحر والصحراء، في شجر الزيتون والأرجان. لن تقتلوه من جديد، لن تقتلوه بالنسيان.